السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت وزوم. بما أحكي لكم شو هنعمل بالفيديو، خليكم تشوفوا بقى الفيديو. يلا، ومثل ما بتعرفوا هو نحن بالأسبوع الأخير إن شاء الله من السوزن الأول أو سوزن شابتر 2، سوزن أول من شابتر 2 أو السوزن 11 اللي حبوا يسموه، نحن بالأسبوع الأخير إن شاء الله، ويومين ثلاثة رح ندخل بالسوزن الثاني أو السوزن 12. أهم إشي لازم أقول لكم إياه إنه أنتم يوم الحدث إذا ما كنتوا فاتحين اللعبة ممكن تتابعون على اليوتيوب أو فيسبوك، بس غالبا رح يكون بس على الفيسبوك، بحاول نعمل لكم إياه على اليوتيوب عشان تشيك على هالموضوع هذا. رابط صفحتي على الفيسبوك رح تلاقوه تحت بصفر صندوق الوصف، تقدروا تعمل له لايك وتعمل لي اشتراك وتعمل لي متابعة هنيك، وبس حملت بس بتكون إجاك الإشعار، وطبعا أنا بعمل بس بشكل يومي على صفحتي على الفيسبوك. المهم، المعلومة الثانية رح لكم إياها إنه رح أعمل أنا كمان، رح تلاقوه في رابط بالتعليقات الأول شيء مثبت، رح أعمل استطلاع بين إنه بسوي بس على الفيسبوك او اسوي بس على اليوتيوب يوم الحدث. اعطونا رايكم، تحبهم. طبعا ما تنسى اهم شيء تحط لي كود S70 بالايتم شوب. بعدين هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه حابب نحكي فيها اليوم، رح نحكي فيها عن متجر اللمات. طبعا كنت عم بجهز لكم انه جمعت كده رقم كثير جيد، تجيب يعني رقم كبير ان شاء الله، ومنه نفتح لكم لمات قمريه. تقريبا انا كنت حاطط بالكادر اجمع 10000 بس، ولكن ما قدرت اجمع 10000. مو ما قدرت، انا كنت مجمع 5000 بس بالتحديث الاخير اللي صار ال 5000 شالوها، اعطوني لامات شتاء، وانا ما بدي لامات شتاء اساسا، مفتح كل شيء وزياده. المهم شالوا اعطوني فيها لامات شتاء فانصدمنا. المهم انا حاولت اجمع لكم لامات شوي، جمعت لكم شوي تيكتات، فالمهم يعني صار عندي تقريبا 5000 11 لامه. افتحوا لنا شيء 11 لامه ان شاء الله، ورح نشوف شو يطلع فيها وحظنا فيها. طبعا قبل ما نكمل نبلش بالفتح اللامات، اهم شيء حابب اني اشكر ال 200 صديق اللي انضموا لنا القناه. اهلا وسهلا فيكم ونورتوا القناه، واعطونا ارائكم وافكاركم، انا بحب دائما اتشارك معكم واسألكم شو هو تحبوا انه يكون المحتوى والفيديوهات، وحتى ممكن انتم تعطوني مثلا تقولوا لي عملنا فيديو على فورتنايت او عملنا فيديو كذا، شاركوني ما في مشكله، انا بحب انه اجرب دائما، ما بحب انه خلص انه بالك مش لعبه مثل العالم وما بتركها ابدا، لا بحب دائما اجرب. وشوفوني انتم اللون الاكثر شيء اللي عجبكم علي، قولوا لي هذا اللون عجبنا. وهلا خلينا نبلش فتح اللامات. طبعا ما تنسى اهم شيء اللايك والاشتراك، واذا اصدقاء كمان تقعد عيون شوفوا اللي يطلع باللامات، ويوم الحدث ما تنسى. تمام، هلا رح نبلش اول شيء بخمس لامات ان شاء الله، ورح نشوف شو حظنا فيها. هي حظ ال 200 مشترك اللي انضموا لنا جدد للقناه، يا اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. وهي اللامه الاولى دم دم دم، شو تقولوها؟ ليديز جيريمان، ذيس فيرست لاما، ليديز جيريمان، ذيس فيرست لاما، اول لاما. طب رح اقول لكم اياها بالعربي. سيدتي السادتي، هذه الثاني لما القمرية. فاك إذا بس أشوف هيك شيء أخضر بالأول بحس إنه ما في أمل، ما في، لأنه ما في يجي. إيه عندي حلو. طبعا أنا ناقصني كثير شغلات، بس إن شاء الله بلكي نحصل بهي اللمات كلها، نحصل كل احتياجاتنا فيها. يعني أنا ما بلشت اللعبة من يعني مثل ما يقولوا من قديم جدا، يعني ما صار لي شيء، فيعني نحاول انه نبحث في عن هذا وفي عن هذا. انا بفضل انه اخذ قوس فرجيل، لانه قوس فرجيل له اهميه اكثر من السيفتي يعني صراحه. طبعا اهم شيء في، طبعا راح انزل لكم فيديو ان شاء الله قريبا عن يومين ثلاثه ان شاء الله، راح يطول يعني، عن شو اسمه، هي جانا السيف جانا، عن ديترويت نحو الانسانيه الفيديو الاخير. طبعا ليش ما كملت السلسله، شو راح احكي لكم تفاصيل عنها، شو طريقات، شو متوقعين ليش انا ما كملت السلسله، او شو صار معي لحتى ما كملت لكم السلسله ووقفت محل ما انتم شفتوه او حسيتوها ان خلصت اللعبه، او ليش ما عادتها. يعني انه في ناس تسال ليش ما عادت اللعبه حتى انك تحصل مستويات اعلى، راح احكي لكم ان شاء الله بفيديو جاي. اليوم ما راح الحق اصوره، بس احاول انه بلكي اليوم اصور لكم اياه، لما اصور لكم اياه ما بعرف، بس المهم اكتبوا لي انتم بالتعليقات قولوا لي شو توقعاتكم ليش انا ما كملت لعبه ديترويت، او ليش ما حاولت انه اعيدها بغير صياغه، مع انه كثير في ناس حابين اللعبه واللعبه جدا ممتعه جدا جدا يعني. صح يعني صراحه انا اللعبه الوحيده اللي كنت استمتع باللعب فيها وانا عم بسجلها هي لعبه ديترويت نحو الانسانيه، من انه كان في كثير مشاكل بتصير معي بس ولكن خرافيه. المهم ما تعطوني اياهم هذول كلهم للتكسير، مش مهمات لانه يعني كثير تكسير مش مهمات. نفتح خمسة الثانية، هذا ستة، يلا افتح عنكم الاني ما عاد مهم يعني. سنايبر، مالكم ملاحظين عم يجيني كله بنفسجي.
اجاني السيف مره ثانيه شفتوا؟ منيح ما اخذته. ايش بده يطلع لنا هذا؟ ايش هالحبيط؟ ميزه. سيء جدا. اتوقع اخر لما هاي. جا نقص بعد مجموعة ثانية. سكار. سكار انا عندي مخطط سكار مع بس ما الذهبي. تعطيني واحد نسجي ايش اسوي فيه؟ لا باس. لا باس. اعطيني اتكسر لي اياه. والله لا ملعب تدوير ما بدي اياه. طبعا الفيديو اليوم كتير قصير. كنت قلت لازم انزل لكم شيء عن العلامات القمرية ونذكركم باستخدام كود الايتم شوب مشان تجديد السوق ان شاء الله. بس يبلش السوزن الجديد تكون انتم حاطين كود S70. وطبعا ما تنسوا البث المباشر ان شاء الله راح يكون على الفيسبوك او على اليوتيوب. عمل لي متابعه تحت بصندوق الوصف مثل ما قلت لكم صفحات على الفيسبوك. وبالاضافه لا تنسى كمان ما تنسى اهم شيء تعطينا رايك وين نعمل البث على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. انا حسب رايكم راح اعمل بس ولكن ان شاء الله راح يكون على الفيسبوك لانه الفيسبوك انا شفت جودته جدا ممتازه باخذها. اما اليوتيوب ما بتجي جوده ممتازه. جوز فيه مشكله بالبث او اعدادات البث ما بعرف شيء. المهم واخيرا اللي فاز معي بالمسابقه اللي عملتها يوم الجمعه وما استلم هديته يبعث لي تحت بصندوق الوصف او يبعث لي على الانستغرام او على الفيسبوك بيقول لي انه انا ما استخدت منك. كل الاسماء لسه مسجله عندي. ابعث لي حتى طابق الاسم واعطيه هديته ان شاء الله لان في ناس كثير لسه ما حصلت هدايا. بس تكون هون وصلنا نهايه الفيديو. ما تنسى تحط اللايك والاشتراك هدول اكثر شيء بيهموني لانه اللايك بيساعدني انه يحمسني والاشتراك بيعطيني حافز لاني اظن انزل لكم فيديوهات بحماس اكبر وبنزلكم شو هو اللي بدكم اياه وما بسحب عليكم لفتره طويله. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوفكم فيديو جديد. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.